جاب اللحم كامل كامل اي حلو وتحديدا قطاعين اللي هي ان واحد وان ثلاثة يسموها ان واحد ان ثلاثة وان ثلاثة هي ثلاث قطاعات ان واحد وان اثنين وان ثلاثة ان اثنين هي طبعا بيوت الحكومة الجاس احنا نتكلم عن نقطتين اللي هي اللي هي القسايم القسايم السكني القسايم احنا اعطونا امر بنا سلمونا القرعة ب 2010 واعطونا امر بنا ب 2013 يعني ثلاث سنوات قاعدين ننطر البيت على اساس تبتدي على اساس ايه على اساس ان السنتين هذه او الثلاثه يكون نسوي البنيه التحتيه وحنا نبني بيوت ب 2013 اعطونا امر بنا ورخصه كهرباء ورخصه الكهرباء محدده بتاريخ انها انتهاء تاريخ انتهاء البناء 31/12/2014 انه اذا خلص لازم تنتهي بنيانك ب 2014 توصل الكهرباء حلو بنينا انا هذا بيتي هذا المشاهد وبيوت تفضل وهذه بيوت اغلب المنطقه يعني هذا كذا بيت يعني ممتاز البيوت شبه خالصه جاهزه جاهزه هذه جاهزه للسكن مو شبه خالصه جاهزه هذه جاهزه للسكن ما فيها اي شيء ما يمنع اهلها انهم يسكنون حلو زين فلما شطبنا بيوتنا تفاجئنا ان فيه عقد توقع تقريبا بتاريخ 4/8/2015 اللي هو عقد تمديد الكابلات في 2015 توقع بشهر 8 اللي راح 4/8/2015 ومدة العقد سنتين يعني راح يخلص مشروعه في 2017 شهر 8 هذا اذا خلص ب 2017 هذا اذا خلص احنا الحين بيوت هذا العقد اللي وقعوه وزارة الاسكان ولا وزارة الكهرباء لا الاسكان الاسكان إيه؟ هذا الكهرباء لا لا تمديد الكابلات هذا الاسكان الاسكان اللي وقعته وقعت العقد في 4/8/2015 لما وقعت العقد مدته سنتين وين هم السنين اللي فاتت وانت مستلم من 2010 من 2010 طيب انا احنا بيوتنا قامت تتلف يعني في بيوت من الحراره خربت الابواب قامت تغوص ارضياتها قامت تتبطط ديكور تشقق اطواف تشلخت يعني انا قاعد اتكلم ان من 2010 خلي الجماعه يسمعون خلي سمو الرئيس يسمع وزير الاسكان يسمع اي مسؤول في الدوله يسمع مسلمينكم من 2010 الاراضي اي نعم واسمحوا لكم في البناء في 2013 اي وهذه رخصه البناء موجوده وخلص والرعايه السكنيه توقع الكابلات اتصال التيار ب 2000 بشهر 8 2015 وقعوا العقد في 4/8/2015 ومدته سنتين يعني نتكلم على نهايه 2017 على نهايه 2017 من وانتم قاعدين بلا اجار طبعا احنا ساكنين اجار اغلب الناس كلها اجار وما في اجار اقل من 400-500 دينار واغلب الناس راحت تدينت وخذت قروض عشان تشطب بيوتها حسب الرخص اللي عندها ان بعد سنه راح تجيك الكهرباء مصيبه ولما انت تقول لي الحين انا خالص بيتي لسنتين تقريبا او سنه وجاري ساق خالص من سنه والثاني خالص من سنه وربع والثاني خالص من 6 شهور تقول له اقعد لك بعد ثلاث سنين قدام طيب البيت هذا من يصير حق شنو يعني يعني انت معاك مفاتيح بيت هذا بيتك وتشوفه بعينك بس ما تقدر تسكن فيه يعني انا واحد من الناس واكثر جيراني اغلبهم خلوا بيوتهم مثل الجواخير اكشت انا واهلي في الشتاء نقعد فيه اروح اقعد انا واهلي اقعد لي 4-5 ساعات وارجع لشقتي زين السؤال ما سالت المسؤول برعايه انتوا ليش تاخرتوا في ايصال التيار؟ احنا سالنا ايش قالوا لك؟ يقولون تو توقع العقد وزوينهم طوال من 2010 الى وفي محولات في محولات كانت جاهزه في منطقتنا خذوها اعطوها منطقه ثانيه او قطعه ثانيه عشان يشغلونها لهم وحنا خلونا طيب احنا شنو ذنبنا؟ زين طيب تنفيذ المشروع هذا مواطن وانا مواطن هذا له حق وانا لي حق واغلب الناس كلها متضرره يعني صارت بيوتنا مأول العماله السايبه تجمعون في بيوتنا بيت ما في احد مهجور صارت طال عمرك يبيعون الممنوعات اغلب الناس البنغاليه هذه والعماله تجي تقعد فيها وتبيع اثنين
تلف بيوتنا راحت يعني انا الحين لو بسكن بعد 3 سنوات يبي لي ارممه 25-30 ألف. طيب الخساره هذه الفادحه اللي علينا كل بونا المواطنين مين يتحملها؟ قالوا لنا احنا نعطيكم بدل الايجار 150. طيب انت تعطيني 150، انا بيتي جاهز، انا ما ابي ال 150، انا كوني مواطن ما ابي ال 150، انا بيتي جاهز، عطني بيتي خلني